بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدين الكرام من هنا من ساحة مسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه في إمارة الفجيرة في هذا البرنامج مدفع الإفطار اللي يأتيكم قبل أذان الفجر. ناخذ نتكلم عن موضوع معين، من بعدها نسأل الشباب اللي موجودين معنا ونوزع عليهم جوائز، وهذه دعوة لكل الناس اللي موجودين في الفجيرة من الشباب والأطفال الصغار الحلوين أصدقاء البرنامج، دعوة لهم إنهم يجونا ويشاركونا في هذا البرنامج. اليوم راح نتكلم عن المسحر أو المسحراتي، وهو اللي يقوم بمهمة إيقاظ الناس للسحور قبل صلاة الفجر طبعا، وهذا اللي يكون في شهر رمضان المبارك، وغالبا ما يحمل الطبل أو المزمار، وهذه المهمة اللي يصحبها من أناشيد دينية أو أناشيد دينية أو التهليلات الإسلامية اللي يذكرها المسحراتي قبل لا يصحي الناس لصلاة الفجر. وطبعا أول من صح الناس لصلاة الفجر أو اللي صحام عفوا اللي صح الناس للسحور هو كان عنبسة بن إسحاق سنة 228 للهجرة. طبعا هم اللي صحاهم للسحور، وأول ما استخدموا الطبل كانت في القاهرة، واستخدم الطبل من وإيقاظ الناس كانت في مصر في القاهرة. ونعرف أكثر عن المسحرات هو كان عند أهل الشام، كانوا يطوفون على البيوت ويعزفون على العيدان والطنابير وينشدون أناشيد خاصة برمضان هذا المسحراتي. لكن للأسف الشديد في بعض الدول في الوقت الحالي قاعد نشوف أن المسحراتي مو مثل قبل، يعني ما موجودة مثل قبل، لكن في بعض البلدان موجودة ومثل العادة القديمة ومثل الأساليب الموجودة قديما. خلونا نكون موجودين وناخذ لقاء مع الناس اللي موجودين هنا. السلام عليكم، كيف حالك؟ زينة. نتعرف على اسمك؟ عنود. صف كم يا عنود؟ ثاني. أي مدرسة يا عنود؟ الفجيرة. تقومين للسحور ولا ما تقومين؟ ما يوعوني. ما يوعوك للسحور. أنت تبين مسحراتي وعيك للسحور صح؟ لازم نحن نسوي مسحراتي عند العنود عشان يصحيها، صح يا عنود؟ زين عنود، أنا بسأل سؤال من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، متى تم إصدار العدد الأول من مجلة الشرطة اليوم؟ تبين خيارات؟ بس بعطيك خيارات بشرط انك تصحين للسحور باكر، اوكي؟ قولي اوكي. اوكي. زين، 2013 ولا 2100 ولا 2050؟ 2013. اجابتك صحيحة وتستلمين جائزتك من عند الشرطي اللي موجود هناك. ايوه. انزين، انا اللي راح اختار. نتعرف عليك. اسمي عبد الهادي. من وين يا عبد الهادي؟ من سوريا. صف كم يا عبد الهادي؟ 8. عبد الهادي، شو تعرف عن المسحراتي؟ المسحرات يعني نفيق بالليل عشان نتسحر عشان يوم التالي نكون ما جايعين ولا شيء. صح. المسحراتي في اي سنه اطلقوه؟ في اي اول مره اللي سواه عنبسة كان في اي سنه؟ في خيارات؟ طبعا لازم نعطيه خيارات. 228 للهجرة صح ولا غلط؟ غلط. لا صح. صح صح، انا ما اقول شيء غلط، صح ولا غلط. وهذه جائزة من مركز هنوفر الطبي. تفضل تفضل. زين، الحين منو بيكلمني الشحور؟ انا اللي بختار. نتعرف عليك. اسمي عمر. من وين يا عمر؟ من الإمارات. نعم يا عمر. صف كم يا عمر؟ أبوي وأمي ما بدو. لا، ما تروح المدرسة لأنك أنت صغير. أنت تقوم للسحور ولا ما تقوم؟ بقوم. بتقوم. شو تسحر؟ رز ودجاج. زين، قول اصحى يا نايم وحد القايم. اصحى يا نايم قعد النايم. وحد النايم. وحد النايم. تشتغل مسحراتي ولا ما تشتغل؟ لا. ليش؟ حلوة الشغلة. لساتني صغير. لا، أنت كبير. كم عمرك؟ 4 14. نحط يم بالواحد، نحط يم بالأربعة واحد يصير 14، أوكي؟ زين، علشان أنت صديقي أنا بعطيك جائزة بدون ما أسألك، وهي هذه الجائزة مقدمة من دولفين دبي لشخصين زائد طفل. لازم تروح، أوكي؟ وشوف الدولفين كيف يلعب، أوكي؟ تفضل. قول شكرا لمدفع الإفطار.
شكرا لما فقع الفطار. ولقناة الفجيرة. لقناة الفجيرة. وقل لهم كلكم تعالوا شوفوا التلفزيون. كلكم تعالوا شوفوا التلفزيون. أنت ينفع تكون مذيع صح؟ تبى تسأل حد هنا؟ تبى تسأل منو؟ أنا أقول لي. أسأل واحد زلمة. خلاص أوكي شكرا لك. إنزين الحين نحن نرجع ونسأل سؤال سؤال القيادة العامة. لتعرف عليك. شو اسمك؟ أحمد. من وين يا أحمد؟ العرب. زين يا أحمد سؤال يقول وهذا سؤال من القيادة العامة، ما هي أول مدينة استخدمت مدفع الإفطار؟ القراء. القاهرة؟ ما شاء الله عليك، كيف عرفت المعلومة؟ كنت تشوف مدفع الإفطار؟ يعني لازم نحن نعطيه دبل الجائزة لأنه بدون خيارات عرف يجاوب. شو تسحرت؟ أنت جاوبت صح، أنت الحين قاعد تفكر في الجائزة صح؟ خلاص روح استلم جائزتك من الشرطي اللي موجود هناك، روح استلم جائزتك من هناك. إنزين فطبعا بنسألكم، نحن بنسألكم بنسألكم أنت أنا فوزتك قبل. زين لا ما حد يلمس الخط الأحمر. نتعرف عليك. فاسمي فهد ياسر محمد عبد الله المعمري. ونعم صف كم؟ خامس. ممكن تدعي لنا دعوة حلوة كذا قبل الفطور؟ اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا. زين ليش انت مستحمل الكاميرا؟ هذه جائزه، تفضل خذها، هذه جائزه من مركز انوفر الطبي. شكرا لك. طبعا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح اعمالنا يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا اوطاننا يا رب العالمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ لنا امهاتنا وابائنا يا رب العالمين. اللهم ارحم من رحلوا منهم يا رب العالمين. تقبل الله منكم صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم افطارا شهيا ان شاء الله تعالى. حرس المدفع جاهز. ثابت. حرس المدفع للأمام مع تداسر. مدفع الإفطار.